أستاذنا المشاهدين الكرام في الذهاب إلى الزميل محمد الأحمري الموجود في أبراج منى، مقر سكن الكثير من حجاج بيت الله الحرام هذا العام، ولديه مجموعة أخرى من الحجاج. تفضل يا محمد. نعم، لازلت متواجد الآن في أبراج منى وبين حجاج بيت الله الحرام. طبعا محمد، عندنا مجموعة من الحجاج اللي حابين يعني ننقل شيء من مشاعرهم وأيضا من العمل اللي رصدوه وشافوه في المشاعر المقدسة. ويسعدنا أن نرحب ب، عرفنا باسمك. مهند كالو. الله يحييك، عرفينا باسمك. رزان شندلي. الله يحييك. طبعا الأخ مهند من سوريا وأيضا الأخت أمريكية. خليني أبدأ معك، كيف شفت بداية التسجيل أول ما سجلته في حج هذا العام؟ طبعا التسجيل كان رائع ومنظم جدا، ودخلنا على موقع العمرة والحج، دخلنا وحطينا أسامينا وحطينا رقم الإقامة واستنينا هالأسبوعين. بعد هالأسبوعين وقت إجانا الرد بالمسج أنه والله قبلنا في الحج، شعور لا يوصف، شعور لا يوصف. يعني بالعادي ملايين من الناس قدمت على الحملة لأنه عارفانين بس 60,000 حيقبلوا، وإجا دورنا نحن من 60,000. كان يعني شعور رائع جدا، والحمد لله سبحانه وتعالى الله تقبلنا بهاي يعني دعوة عند الرحمن، والحمد لله كانت مبيسة. ما شاء الله. طيب كيف كان شعورك؟ والله الحمد لله، يعني شعور لا يوصف صراحة. فرحتنا واتوصل المسج الساعة 2 الصباح، ما صدقت. يعني أنا صلي آخر 3-4 سنين، يعني أمنيتي كانت، حلمي أني أجي هنا وكون من ضيوف بيت الله، ضيوف الرحمن. والحمد لله كانت الله استجابنا دعوتنا، وبالفعل يعني ما ممكن أوصف شعورنا كيف التنظيم كان من التسجيل إلى المسجات خلال الأسبوعين اللي ماضوا إلى وصولنا هنا بكل المشاعر المقدسة. صراحة يعني عمل جبار، ونشكر كل الموظفين واللي ساعدونا بهذا لنعيش نحن بالفعل حياة يعني غير عن ما توصف أبدا. روحانية فظيعة، كانت روحانية فظيعة. يعني اجينا وقت اجينا طلعنا على جبل الرحمة، كنا نشوفها بالتلفزيون، كان ملايين الناس وقت تطلع تشوفها بالتلفزيون، مستحيل واحد يوصل له من كثر الناس. مبارح قدرنا نطلع على جبل الرحمة، نطلع لفوق نقعد مع الحجاج، يعني شيء ما يوصف. بعدين صلينا بمسجد نمرة، هذا كمان بس كنا بالتلفزيونات. هذا الله سبحانه وتعالى خلانا نعيش المراحل كلياتها خطوة بخطوة، هاي من الحلم. الحمد لله رب العالمين، التنظيم كان رائع جدا. يعني سبحان الله 60,000 حاج، بس شفت أنا 60,000 موظف من الحكومة ولا القطاع الخاص مع الحجاج، يعني تقريبا 1-to-1. هذا شيء جبار، هذا لا يصار في أي دولة في العالم. فيعني نشكر يعني الدولة الحمد لله على أمورهم والتنظيم، والوزارة على كل شيء عملوه، جهود جبارة يشكر لها الحمد لله. هذا واجبنا. طيب أنا سؤالي الأخير، بمجرد وصولكم إلى المشاعر المقدسة، من أول شخص تذكرته وحبيت أنك تدعي له جاء على بالك؟ والله يعني دعيت للوالد الله يرحمه، رحمه الله، وبعدها لأولادنا الله يحفظهم يرعاهم ويوفقهم. فيعني واحد أهله وأولاده دول اللي أكيد. والله الحمد لله، كمان أولادي طبعا، عندي 3 أولاد الله يحفظهم يا رب، والوالد الله يحفظه، والوالدة الله يرحمها برحمته، وجميع الأصدقاء. وكان عندي كثير من الناس اللي كلموني مبارح ونحن في جبل الرحمة، والحمد لله رب العالمين، الله يستجيب مننا وجميع المسلمين يا رب. يعطيكم العافية. نتمنى إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يقبل منكم صالح الأعمال، ويعطيكم العافية، وأيضا شرفتونا بتواجدكم معنا عبر شاشة السعودية. محمد، هذه هي مشاعر حجاج بيت الله الحرام من أبراج منى، وهذا هو ما رصدناه لكم بحديث ومشاعر لا توصف من حجاج بيت الله الحرام. أعود بالصوت والصورة إليك في الاستديو.